السلام عليكم. دابا احنا في شارع مولاي عبد الله الشريف، هذا واحد من الشوارع اللي كاينين هنا في وسط الضابطه، ومن الشوارع اللي غتولي شوارع مهمه بزاف. هو الشارع اللي كيربط ما بين شارع واد مربيع اللي جاي في الوفا وشارع يعقوب منصور. واهم حاجه غتبقى يكون دايز منها شارع مولاي عبد الله الشريف، هو غيكون كيقطع كازا اونفا، المشروع اللي شفنا دابا في البدايه ديال هاد في البدايه ديالو. كازا اونفا غادي يكون فيه على اليمين، غيكون الاريا بارك اللي غيكون فيه غيكون فيه مول ومركز تجاري، ومن البنايات اللي غتكون مشهوره هنايا هي هاد البنايه ديال كابيتال تاور اللي فيها 21 طبقه، وغيكون فيها غادي يكون فيها مطعم بانوراما. من الاشياء اللي كيمر عليها ومن الاماكن اللي كيمر عليها شارع مولاي عبد الله الشريف اللي كاين هنا في هذه المنطقه هذه، هو كازا اونفا بارك اللي كاين في هذه البلاصه. وعلى حساب اللي كاين في بعض لي ماكيت ديال كازا اونفا، يقدر تكون وحده من البنايات الكبيره اللي غتكون في هذه المنطقه هذه اللي كنشوفوها دابا، هي عباره عن باركينغ مرأب السيارات مؤقت. كنا اليوم مع شارع مولاي عبد الله الشريف، واحد من الشوارع الكازاوية، وان شاء الله باذن الله غادي نبقاو معكم مره ونعرفوكم بشوارع الدار البيضاء. كنقدم لكم التحيه، واخر حاجه نساليو بها هاد هو ان شارع مولاي عبد الله الشريف غيكون ديز منه الباسواي اللي غادي يكون جاي من رون بوان ديال الماس، وغادي حتى للرحمه، وغادي نبدا من الاشغال ديالو. شارع مولاي عبد الله الشريف كما قلنا كيبدا من شارع واد المربيع جاي حتى يعقوب المنصور، ودايز عليه كما كنشوفوا الشارع اللي دايز عمودي عليه هو الشارع ديال السيد عبد الرحمن اللي جاي من الوازيز بوسيجور، وغادي حتى لقطاع الحي الحسني وحي الهنا، وغادي هابط حتى للطريق ديال عين ديالي. كنتمنى لكم يوم سعيد، وكما قلنا مزيد ان شاء الله من الجولات ومزيد من التعريف ببعض الشوارع الكازاوية. كنشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.